بسم الله الرحمن الرحيم. الصف الأول الابتدائي هناخد النهاردة نشيد أمي. هنتكلم النهاردة يا أولاد عن الأم، والأم ليها قيمة كبيرة جدا في حياتنا. الأم ليها أفضل كتير علينا. الأم هي اللي بتغذينا، وهي اللي حملتنا، هي اللي كانت بتسهر علينا واحنا صغيرين. الأم حاجة كبيرة جدا. فالنهاردة هنتكلم، هناخد النشيد عن أمي. نشيد أمي: أمي أمي أغلى الناس، تسكن دوما في إحساسي. نشيد أمي: أمي أمي أغلى الناس، تسكن دوما في إحساسي. النشيد بيتكلم بيقول إن أمي أمي أغلى الناس، بتعيش وتسكن دوما في شعوري وفي إحساسي. هناخد المفردات: معنى تسكن تعيش، معنى تسكن تعيش، معنى إحساسي شعوري، معنى إحساسي شعوري. جمع أم أمهات، جمع أم أمهات. مضاد أغلى أرخص، مضاد أغلى أرخص. الجزء الثاني من النشيد: هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي أمي. هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي أمي. الأم هي اللي بتحميني، وهي اللي بتأكلني وبتغذيني. جمع أم قلناها قبل كده إيه؟ أمهات. الجزء الأخير من النشيد: وتعلمني حب الناس، أمي أمي أغلى الناس. يبقى الأم بتعلمني إيه؟ بتعلمني إن أنا أحب الناس إزاي؟ أحب إخواتي وأهلي وأصحابي وقرايبي. مضاد أحب، مضاد حب كره، مضاد حب كره. هناخد تدريبات عن النشيد. من هي أغلى الناس؟ أغلى الناس هي أمي. من هي التي تحميني؟ التي تحميني هي أمي. ماذا تعلمني أمي؟ تعلمني أمي حب الناس. أكمل مما بين القوسين: تسكن أمي، تسكن أمي تعلمني. نقط: أمي حب الناس، يبقى تعلمني أمي حب الناس. نقط: أمي في إحساسي، تسكن أمي في إحساسي. نقط: أغلى الناس، أمي أغلى الناس. هناخد النهاردة كمان حروف الجر. احنا عارفين إن حروف الجر 8: من، إلى، عن، على، في، الباء، والكاف، واللام. بس النهاردة هناخد 5 حروف بس: من، إلى، عن، على، في. هنحل تدريب عليها: ذهبت أسرة بسمة إيه المزرعة؟ ذهبت أسرة بسمة إلى المزرعة. نأخذ اللبن من البقرة. نضع الكتب على المكتب. سألت بسمة عن الأسد. نضع الطعام في الثلاجة. هناخد تدريب، هنحله واجب في البيت. شبكة المفردات، شبكة المفردات بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن الأم. ممكن نكتب إيه؟ ممكن نكتب الأب، الأخ، الأخت، أي حاجة تكون مرتبطة بالأم. وكده يبقى خلصنا درس نشيد أمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.